بالنسبه للكاميرات ديال المراقبه اللي في الشوارع وفي المقاهي وفي يعني في بزاف ديال الاماكن، يعني الصراحه كيكونوا مزيانين، كيحلوا بزاف ديال المشاكل. الا طرا شي مشكل كيبان في حاله طاح لك شي تليفون ولا شي حاجه تعرف تلقى، يعني شحال من حاجه يعني كيسهلوا الماموريه ديال المواطن يعني في بزاف ديال الحوايج. من ناحيه ديال العمل مثلا كيكونوا مثلا شي مثلا كتكون مزيانه تحت حدا لاكيس باش حتى الكليان عطاك فلوس ولا شي حاجه، يعني كتعرف راسك واش بصح الانسان كينسى، يعني كيعرف مثلا شحال عطاك شحال ديال الصفر ديتي لي، يعني حتى يعني في العام يعني حتى طرا شي مشكل ولا شي حاجه يعني كلشي كيبان. وي انا تيجوني مزيانين لان بنادم تيحس براسو في امان، فهمتيني؟ ماشي بحال بلا كاميرات بلا هادي، سيرتو دابا هاد الايامات هادي كثر شويه ديال الكريساج وهذا، والديك تيخرجوا خوتك تيخرجوا تتحس بهم شويه فهمتيني مراقبين. انت الا طرا شي حاجه ولا هذا كترجع للشارع فهمتيني، كيكون عندك واحد شويه ديال فهمتيني الامل انك تلقى داك خونا اللي كريساك ولا ديك فهمتيني ديك السيده اللي كريسا داك السيد ولا فهمتيني. هذا هو هادشي اللي باين ليا فيهم. عاوتاني بالنسبه للشوارع عاوتاني كيكون مثلا بحال الحوادث ديال السرقه بحال فهمتي بزاف ديال المشاكل كيطراو، يعني الكاميرا يعني كيسهلوا الاموريه ديال المواطن يعني في كل شيء. وناحيه القهاوي مزيان فيهم تاهما، لان حتى القهاوي يمكن البنادم ينسى التليفون ديالو، يمكن لواحد اخر يتضرب وسط القهوه فهمتيني، واحد يكون داير شي جريمه وتيقلبوا عليه تيرجعوا للكاميرا ديال القهاوي فهمتي، تيعرفوا شنو كاين. الكاميرات زعما مهمين سيرتو دابا في هاد الوقيتات، وهادوك ضروري 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 للخدام. الا مشات شي حاجه تيعرف زعما راسو راه الا ما كانش داير، تعرف ان الكاميرا راه ما غاتكون شاده، ومزيانه المول المحل تعرف شكون اللي خدا وشكون اللي. الكاميرا ديال الشوارع والمقاهي مزيانه، تقد منك شي حاجه تقد تمشي لك شي حاجه تقد تعاود الكاميرا تلقاها. بالنسبه للكاميرا مزيانه في البلايص عموميه في الشوارع، يقد شي واحد يتكريسا شي حاجه مزيانه. بالنسبه لشي بلايص ما يمكنش تكون فيهم بحال. بالنسبة للعمل مزيانة في وسط العمل تقد أصلا تضيع لك شي حاجة ولا يمشي يدخل لك شي واحد البيرو ديالك ولا شي حاجة تقد تلقى شي حاجة. جو بونس كو لي كاميرا ديال الشوارع اللي في القهاوي يفيدوا بزاف، طونك ما يحيدوا التتياح الباطل. إلا وقعت شي أغريسيون ديريكت كنجبدوا لي كاميرا، ولا شي حد قاس ليه الطوموبيل ولا شي حاجة، كلشي يكون باين إيتو، دونك شي حاجة ضرورية في المجتمع ديالنا. في شي بلايص بحال دابا تقول طواليت العمل ما يمكنش، طواليت المقهى ما يمكنش، بزاف د الحوايج تتكون فيهم ايجابيه الكاميرا وشي حوايج تكون فيهم سلبيه ما يمكنش. بحال المكازان يمكن تكون فيها كاميرا، المحلات بزاف د الحوايج قد تكون فيهم كاميرا، ولكن بالنسبه لشي حوايج كاميرا فيهم ما تخدمش. في المقاهي اوسي بحال مثلا الا كنتي في شي كافيه تقرا ولا شي حاجه خليتي البيسي ديالك، ولا مشيتي للتواليت مشيتي تشرب الماء شي حاجه، غادي الا وقعت شي حاجه تكون في امان فهمتي، سيكوريزي تجبدوا الفيديو من الكاميرا احسن باش ما يغركش الشيطان تمشي تسرق ولا دير شي حاجه مزيانه ليك انت. امون افي خصها تهمم في كاع البلايص، سي بور لا سيكوريتي بور لو بيان اتر دو تو الموند، حيت ديما تقدر ترجع لي كاميرا بوغ الا وقع شي مشكل ولا طرا شي بروبليم، دونك تكون واحد لا سورس ديما اللي غادي تبازا عليها اون كا دو بروبليم. من ناحية المقاهي حتى هي سا ريست اون بون شوز بور موا، حيت المقاهي تي لا بوغ اتر بيان، دونك الا ديرونجاك شي واحد ولا هذا عاوتاني راه سافا جوي اتا فافور هاد القضية هادي، دونك بور موا سي اون بون شوز. وا الكاميرات المراقبة في الشارع يعني فكرة جديدة وواكبة العصر وشي حاجة مزيانة. المقاهي حتى هي مزيانة، الإنسان تيدير الاحتياط ديالو ولا بغى يمارس شي فعل ماشي هو هذاك تيدير الاحتياط ديالو، تتكون يعني شي حاجة سيكيريزي. بيان سور، دونك أنا بالنسبة ليا خاصها تهمم في كاع البلايص، في كاع لي بلاص بوبليك أبار لي تواليت وأبار، دونك بور موا سي أون بون شوز. خاصها تهمم سي بور لو بيان إتر دو تو الموند. دونك بور موا سي أون بون شوز. مقر العمل نفس الشكل. بالنسبة لا في الشارع ولا في المقهى، يعني شي حاجة مأمنة، الإنسان تيدير الاحتياط ديالو، يعني كتكون هي كتراقبك، وحتى الجريمة بالنسبة للأمن يعني كتخفف وكيرجع ليها كدليل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم،
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.